حل رمضان بالخير، في الصيام راحة لأجسادنا، الكل يستطيع الصيام، لكن الحكيم من يعرف كيف يفطر. كمية الطعام ونوعيته على مائدة الإفطار هي ما يحقق الفائدة لأجسادنا. الطريقة الأنسب لتنظيم طعامنا في شهر الخير تجدونها مع فيتامين بلس. الطعام الصحي هو كنز العافية وسر النشاط. فيتامين بلس يومياً في رمضان، في الرابعة والنصف مساء بتوقيت بغداد، على قناة الفلوجة.